السلام عليكم. طلعت عليك تعالى سبحان ممكن نسوي ميوت للحاسبة. عليك تعالى من الصوت على الأجل. هسه واضح الصوت طلاب؟ عندك ترى ايه عندنا الموضوع مال اليوم، هو يعني موضوع كلش مهم. دائما ناخذه نحن له علاقه بالنسائيه، له علاقه بالاس ال اي اللي هو انتي فوسفوليبيد انتي بودي سيندروم. الانتي فوسفوليبيد از كاركترايز باي ارتيريال اند فينوس ثرومبوسيس، يعني دبل، يعني بنشوف يا اما يصير عندنا ارتيريال سيستم او فينوس سيستم. زين، يعني يصير عندي دي في تي هذا فينوس سيستم، بروس ثرومبوسيس هذا سيستم، بس يصير عندي كليمب روك هذا ارتيريال سيستم. اوكي، انتي فوسفوليبيد سيندروم از كاركترايز باي ارتيريال فينوس سيستم اند او بريجننسي لوس اند ذا بريزنس اوف انتي فوسفوليبيد انتي بودي. زين، اذا هذول، اذا عندي فينوس او عندنا ارتيريال سيستم، هاي رقم واحد، عندنا pregnancy loss هاي اثنين، وعندنا antibody هذا راح يخلينا diagnose. Characteristic laboratory abnormality in antiphospholipid include persistently elevated level of antibody directly against membrane and ionic phospholipid. إذا هو موجود عندنا antibody against the phospholipid الموجود على الممبرين، اللي هو إما anti-cardiolipin antibody أو anti-phosphotidyl سيرين انتيبادي، or their associated plasma protein predominantly beta 2 glycoprotein 1 or evident of circulating anticoagulant. هاي كلها راح تساعد بالدياجنوسيس مع الانتي فوسفوليبيد سيندروم. برايمري انتي فوسفوليبيد سيندروم هذا مثل منو الانتي فوسفوليبيد سيندروم؟ مثل الراينوت فينومينا. عندنا primary اللي هو يصير بحده، أو secondary اللي يصير معه associated with SLA or other rheumatoid disorder or certain infection or medication. زي physical finding and clinical presentation. A thrombosis اللي هي thrombotic event قد يكون يجينا في venous thrombosis as initial manifestation in approximately 30% of the antiphospholipid patient. The most common site اللي هو deep venous thrombosis is called renal, hepatic, axillary, subclavian vena, vena inferior vena cava, أو retinal vein thrombosis. يعني بحى كان عندي مريضة، يعني هي عندها فد white matter ischemia، سألتوها قالت أنا عندي recurrent abortion، وقالت أنا عندي آخر واحد من الابورشن صار عندي DVT. فكانت diagnosis يعني والانتيفوسفوليبيد antibody كان borderline. فكان الدياجنوسيس مع الانتيفوسفوليبيد سيندروم، يعني انت اليوم من ده يصير عندك دياجنوسيس هذا فور لايف لونج لازم ياخذ انتي كوغوليشن. The most common site قلناها، the most common site of arterial thrombosis is the cerebral vessels, coronary, retinal artery and arterial bypass. اذا هسه صار عندي منو من الثرومبوسيس، اما يجينا يضرب لنا الفينوس سيستم، اما يضرب لنا الارتيريال سيستم. زين، هاي الثرومبوسيس عادة تكون ريكارد ثرومبوسيس is common with antiphospholipid syndrome. CNS ايش راح يسوي لنا؟ CNS راح يسوي لنا ستروك، راح يسوي لنا migraine like headache and Guillain-Barré syndrome sometime. اذا كان بالبلمونري ايش راح يسوي لنا؟ يسوي لنا pulmonary embolism and infarction, pulmonary hypertension and adult respiratory distress disorder. اوكي، كارديولوجي، بالكارديولوجي راح يكون ليبمان ساك اندوكاردايتس ان كاردياك ثرومبوسيس ان كوروناري ارتري ديزيز، مايوكارديال انفاركشن، جاسترو انتستينال راح يسوي لنا ابدومينال بين، جينيتيك سيكندري تو اسكيميا، سبلينيك انفاركشن، هيباتيك فينوس ثرومبوسيس، بارت جياري سيندروم، رينال راح يسوي لنا بروتين يوريا، اكيوت رينال فيلر، هايبرتنس، رينال انفاركشن،
رينال ارتري. اذا اشكو ايفنت ثرومبوتيك ايفنت راح يكون هذا، يعني انتم بس تخيلوا انه اكو فد ثرومبوتيك ايفنت بكل السيستم، كارديوفاسكولار، جي ار تي، رينال، هيماتولوجي، ايش راح يسوي لنا؟ ثرومبوسايتوبينيا، يعني حيروح وين الهاي، حيسوي ثرومبوسس اند هيموليتيك انيميا. اندوكراين راح يسوي لنا اديسون سكندري تو ادرينال هيموراج. كوتينس راح ينطينا فد سكن ليجن يسمونه ريفيدو ريتيكولارز. اذا تذكرون محاضره الاس ال اي شوفون فد سبيشال ليجن قلنا اللي هو ريفيدو ريتيكولارز اند كوتينس نيكروسس اند جرين اوف ذا ديجيت. وبستاتيك ايش راح يكون بالنسائيه؟ راح يجون ريكيرنت سبونتينيوس ابورشن سكندري تو براسنتال فيزلز ثرومبوسس اند اسكيميا. فاذا جتنا مره عندها 3 او 2 سكسيسيف ابورشن لازم نفكر في انتي فوسفوليبيد سندروم. كاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد سندروم اذا صار فد يعني قش قوي بالانتي فوسفوليبيد سندروم بحيث سوالي واي سبريد ثرومبوسيس، هذا راح يكون كاتاستروفيك وراح ياثر لنا على الجسم كله. خوش زين. ديفرنشال دايجنوستس other hypercoagulable state قد يكون inherited قد يكون acquired. inherited antithrombin 3 وبروتين سي او اس فاكتور 5 leading prothrombin gene mutation. acquired قد يكون acquired heparin induced. مرات من ينطي مريض chronic use يعني فد 10 ايام ازيد من 10 ايام heparin راح يصير عندي heparin induced thrombocytopathy أو مالولو بروليفيراتيف سيندروم كانسر هايبر فيسكوستي هايبر هوموستينيميا اند نفروتيك سيندروم. هاي كلها تأثر عندي. زين شلون راح نسوي الورك اب مالنا؟ الورك اب مالنا راح الدايجنوستيك كرايتيريا انتي فوسفوليبيد ات ليست 1 كلينيكال كرايتيريا زائدا ات ليست 1 لابوراتوري كرايتيريا. لازم نجمع نحن عندنا واحده من الكلينيكال واحده من اللابوراتوري. الكلينيكال قلنا اما فينوس او ارتيريال او سمول فيزلز ثرومبوسيس او موربيديتي اوف وذ بريجننسي ديفاين از اما يجينا ديث اوف فيتاس مور ذان 10 ويك جيستيشن اور بريماتشور بيرث، يعني هذاك ديث ايش نقول عليه ابورشن، او بريماتشور ليبر يعني ديث اوف ليبر اللي هم اقل من ايش اللي هم البريماتشور اللي هم أقل من أشقد ال قبل 34 أسبوع secondary eclampsia preeclampsia severe placental insufficiency or 3 or more unexplained consecutive spontaneous abortion. إذن يا premature death يعني هو الأبورشن يكون قبل العشر أسابيع أو premature death أو premature labor أوكي أو stillbirth أوكي. هذولا اللي نعرف اللي هو الموربيديتي اللي اسوشيتد وذ بريجننسي. زين لابوراتوري كرايتيريا اللي راح تجمع لنا اما يكون عندنا اي جي جي اور اي جي ام انتي كارديوليبين انتي بادي ان ميديوم اور هاي تايتر او لوباس انتي كوغولانت اكتيفيتي فاوند ان فاوند اون تو اور مور اوكيجن ات ليست 6 ويك ابارت. يعني هذول ايش معناتهم؟ يعني لوباس انتي كوغولانت نسويهم عشان لازم احنا نعمل فحص هالساعه طلع عالي، نعمل لهم لازم بعد 6 اسابيع فحص ثاني هم يطلع عالي حتى نحسبه. زين هذا لازم بينه بين 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 فحص وفحص لازم شلون يكون 6 اسابيع حتى نعتمده. فهاي المريضه اللي جت على البوردر لاين قلت لها بعد شهر تجين حتى نفحصه مره ثانيه. Laboratory test of anti-cardiolipin antibody or lupus anticoagulant antibody indicated in when نعملهم هذولا. هما كل مرة كل واحد يجي وهم غلاي فلازم نعملهم. إذا كنا نتوقع البيشنت عنده SLE or collagen vascular disease with thrombosis أو in recurrent or familial or juvenile DVT، واحدة عندها صار له DVT مرة وصار DVT بالجهة اللخ، فهذا إذا صار عندي recurrent or juvenile فلازم نعمل ايش؟ نعمل السكرينينج. abnormal test including اما قد يكون false positive test for syphilis اللي هم rapid test RPR او VDRL او قد يكون abnormal lupus anticoagulant
demonstrated by prolonged activity partial thrombo-IPTT that does not correct with 1-1 mixing هذه. هذه طبعا هاي شغلات مال المختبر. زين؟ أو عندنا أنا أريد منكم تحفظون إنه عندك abnormal test إما يكون fast positive إما يكون عندك anti-cardial beam antibody إما يكون عندك anti-B2 glycoprotein antibody. زين التريتمنت شنو التريتمنت؟ التريتمنت مالتنا راح تكون إذا كان عندي فعلا موجود الانتيبادي موجودة وصار عندي recurrent thrombotic event هنا عندنا lifelong anticoagulation والمين تارجت مالتنا الاين ار يكون 3-4 زين اين ار واضح بك طلاب؟ أصور سهل يجمع لنا اذا كان عندي ثرومبوسيس سواء ارتيريا او فيناس ينجمع معاهم منه بريجننسي لوس سواء كان ابورشن او بريماتشور ديث او بريماتشور ليبر هذول كلهم يكونون دايجنوستيك كرايتيريا زائدا معاهم منه لابوراتوري تيست اللي هم لوباس انتي كوفيلنت انتي بودي واللي هو انتي كارديوريبين انتي بودي هذول واحد منهم اذا كان بوزيتيف ويكون لازم ينعيد مرتلخ بعد 6 أسابيع اذا 2 بوزيتيف فهذا نعتبره انتي فوسفوليبيد ساندروم زين نرجع على الاذر ديزيز واللي هم سهل اللي هو سيولجرين ساندروم يعني هو رير ساندروم this is an autoimmune disorder of unknown cause characterized by lymphocytic infiltration وين راح يروح الانفلتريشن مع الليمفوسايت بالساليفري جلاند لاكريمال جلاند leading to glandular fibrosis and exocrine failure راح يصير عندي تجمع بالجلاند وما راح تقدر تفرز بعدين الجلاند the typical age هو من 40-50 عادة female to male predominance اللي هم 9-1 حال وحال الاسلي 9-1 the disease may occur in isolation اللي هو يسمونه primary Sjögren syndrome okay or in patient with other autoimmune disease اللي هو يسمونه secondary Sjögren هسا كم واحد صار عندي primary و secondary صار عندي 3 اللي هم قلنا rhinoid phenomena والantiphospholipid وهسا هذا الثالث منه Sjögren syndrome البرايمري اشون راح يجينا راح يجينا dry mouth يسموها xerostomia أو dry eye xerophthalmia develop as isolated ited entity يعني يجي عينه وثمه ناشفين أو يجي secondary to other disease يجي معاه feature مع SLE or scleroderma عادة أغلبها مع scleroderma زين clinical feature من معي دم عينه أش راح يصير عنده تلتهب عينه فيصيره كيراتو conjunctivitis cica are due to lack of lubricant tear, which in turn reflected inflammatory infiltration of lacrimal gland. Conjunctivitis, blepharitis are frequently and may lead to keratitis. Keratitis is the inflammation of cornea. Oral involvement manifested as dry mouth, typically in patient need to sip of water. كل ما يحكي لازم يشرب له شوية مي. There is a high incidence of dental caries. من ما كل عاب زين دائما تسوس اسنانه. Non-erosive arthritis, rhinoid phenomena, and fatigue. Okay. Non-erosive arthritis, rhinoid phenomena, and fatigue. Then the disease is associated with 40-fold. 40 مرة هو زيادة ريسك مال منه لينفوما. ولهذا لازم ناخده بعين الاعتبار. Associated with other autoimmune disorder. يعني ما هذا وشخصنا سيولجرين وهذا هو لازم نفكر بالليمفوما SLE progressive systemic sclerosis primary biliary cirrhosis chronic active hepatitis and myasthenia gravis زين differential diagnosis قد يكون واحد ماخذ له anticholinergic ماخذ له تريبتيزول حاب يعطش كثير زين age relating exocrine dysfunction يعني هو لسانه ينشف لأنه هو كبر جماعة ينسد خشمهم mouth breathing يعطش شوفوا إنسانه يبس anxiety sarcoidosis اللي هو هم راح يصير تجمع بالsarcoidosis هم راح يسوي infiltration بالsalivary gland primary salivary hypofunction زين بعد عندي منه radiation injury عنده مثلا ورم يقول له سوي radiation زين
راح يسوي عندي dysfunction والamyloidosis. زين investigation the diagnosis can be established by منو Schirmer test. Schirmer test which measure هذا ايش راح يعملون بعد التست؟ راح يقيسون مستوى الدمع. خلي الورقة اللي هي هاي الورقة اذا تلاحظون هنا، وراح ينزل هو الدمع اوتوماتيكيا ينزل لحد معين وينقاس. اذا كان دمع كثير زين إذا راح ينزل يغطيها الورقة، وإذا قليل راح يبدي بس بالبداية ويقف. زين فالشيمر تيست 5 minute use absorbent paper strip placed on the lower eyelid abnormal طبعا result a normal result is more than 6 millimeter of wetting staining of the cornea and conjunctiva with rose bingle may show punctating epithelial abnormality over the area not covered by open eyelid. هذا همينا تيستينج ثاني اللي هو هاي الستينينج بالفلوريسنس، هذا هم دامج اوف ذا كورنيا يصير عندي. اوكي اف ذا دايجنوستس ريمين ان داوت نحن هنا راح نحتاج الى ليبس بايوبسي زين شو فوكال ليمفوسيتيك انفلتريشن. زين هذا مثلا عندي كان عندي بصيدليه ولد عمل بايوبسي وطلع نيجاتيف. موست بيشنت هاف اليفيتد اي اس ار hypergamma globulinemia and one or more autoantibody including ANA rheumatoid anti-RO anti-LA antibody are commonly present. هذا الشيمر تيست هذا شوفوا، وهذه الفلورسنس الستين. زين المانجمنت معرفنا بما انه هو idiopathic فمعناته هنا مانجمنت ما عندنا في التريتمنت. No treatment have or disease modifying effect have been identified and managed in symptomatic patient. لاكريمات هنا راح نحتاج الى artificial tear حتى نرجع lacrimation then in the day in combination with more viscous lubricant ointment at night. Soft contact lens مرات نحتاج soft contact can be useful in cornea protection in patient with filamentary keratitis and occlusion of lacrimal. مرات ايش يعملون؟ يسدون القناة الدمع، يخيطوها بعملية حتى لا تصرف دمع، فحتى يبقى دائما الدمع بالعين. أورال جيل للسانهم بزيرو استوميا، أو مرات ينطوهم يقول لهم عليك 24 ساعة هذول الشوغر فري قام. أوكي أو ينطوهم مرات حتى ينطوهم مرات ماء كولينيرجيك دراك، ماء كولينيرجيك دراك حتى يصير عندهم دمع. زين فاجينا دراينس ينطوهم جيل extra glandular and musculoskeletal manifestation sometimes يحتاجون steroid and immune suppressive drug. هذول اللي عندهم arthritis اللي عندهم fatigue هذه. زين fatigue is difficult to treat ليش؟ لأن هو لأن ما ينام مرتاح، لأن من لسانه يعطش or unresponsive and it is unresponsive to steroid. وإذا تنطي مثلا tryptizole أو هذه هم ما راح يقدر ينام، ليش؟ بالعكس راح يزيد عندي ال dryness. If left adenopathy or salivary gland enlargement هنا لازم نعمل biopsy to exclude malignancy والليمفوما دائما لازم نعمل له سكرين every 3 to 6 months. اوكي طلاب واضح الموضوع؟ اكو سؤال؟ لا دكتور تسلم واضح. يعني هي موضوع سهل، هما موضوعين سهلين ويعني